madaxweyne ku xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil Saylii ayaa waxa uu maanta qaday sharaf u sameeyay qaar ka mid ah taageerayaasha xisbiga talada dalka ayaa kulmiyay munaasabadani qaday sharafta waxa ka soo qayb galay wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ee dalka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo wasiirka xigeenka wasaaradda warfaafinta dalka jamhuuriyadda Soomaaliland ugu horeyntiina waxa hadalka iska daba qaatay wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha dalka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo waliba wasiirka xigeenka wasaaradda warfaafinta dalka jamhuuriyadda Soomaaliland waxayna yiraahdeen مضم الجالية بروي ما توعد مال فرحدين مال ترك السمال لعاد بوي مال تي مرة ما تلك الوقوع اللي هو الكبير كين عبد الرحمن زي نعي فول 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 عزومة اللي سنة سميني فول ده تسوقي كالكرة تسوقي بلشينا وابن سكار اللي يخبها تطيور وعليها هاي بعد ستين وحيلماته بالبتقين وفرعتي ورشحيتي عن دورنك من هو موسى بيحي وليه من هو الكبير عبد الرحمن عبد الله إسماعيل سينيعي وما تصير رسمي أولا وليه حلكي يبلا حتني مالي قرنكن وحن لها هاي يجانا ولد عينينا وحن لها هاي لها هاي حلك هاو فضيه لبان تين دسك عالتر كسو طيب قرينا وحن لها هاي هذه أدبات ما تسدين وحيلو بالنمضة يولد الجركة يولد النمضة يسراع إسكاشيكا وطايب وحكونا قرينا وحن لها هاي شكرا إتشابوتي يو إتوبيا وما تحقنوا هذا هو بشي من أخي بريغة جمهورية سمال لا مدن عبد الرحمن عبد الله إسماعيل سينعي يو أمان أوين وينها يو مرودة مرودة لبعض الرحمن مركا واحد لله هاي عندك هو قوة كيرا هذا وينها مصبيح عبدين يا عبد الرحمن عبد الله إسماعيل سينعي وانا اللي قلت دوني فرحضة أطلاق هذتين يو صعودة رضا قادر خير مصور بشين على مسار كما دعوينها يما دعوين الكريم كالصوب أنت تقول لي سي كرتن كي سدح تفسكو وشينا وخم كان هاي هذه أدبادو ما سنتي وحرير كوسار ستار تي في هرقيسا